يعطيكم العافية شباب، الصوت واضح. هاي الشباب سامعيني؟ بلال؟ نعم دكتور، اوكي الصوت واضح. واضح. اوكي طيب يلا خلينا نكمل. الاسبوع هذا زي ما انتم عارفين اخر اسبوع عندنا في الفصل الصيفي، احنا ضلينا بس الموضوعين بنخلصهم ان شاء الله، يعني بدنا هالثلاث محاضرات او المحاضره الاخيره بتكون جاي مراجعه لكم كامله. اي موعد امتحان زي ما هو تحدد عندكم نظم استرجاع بيجي يوم الاحد القادم، يعني مثل اليوم الاحد القادم من الساعه من الواحده للتنتين. اوكي من الساعه واحده للتنتين يوم الاحد القادم 30/8. المحاضره الاخيره اللي هي يوم الاربعاء بنتكلم عن الامتحان، اليوم ما حدا يسالني اي شيء عن الامتحان. اوكي بالنسبه للوظائف كمان في ناس لسه ما سلموا وظائف، في ناس كوبي بيس عن بعض، مجموعة من الطلاب هم عارفين حالهم، فرجاء معك ضبط الكوبي بيس اللي مش كاتب اسمه على الورقة ورفع لي إياها لن أقبلها حتى لو أنا صلحت له إياها. في مجموعة من الطلاب، يعني في عندي تقريبا 3 4 طلاب أو 5 طلاب نفس الورقة كوبي بيس عنها، أول إشي مش كاتبين اسمه على الوظيفة، حاطط لي بس اساينمنت 1 وكلهم ماسخينها من بعض ورافعين لي اياها، فاكرين اني انا ما براجع وما بدققش، لا براجع وبدقق. في 4 طلاب نفس الوظيفه كوبي بيس عن بعض، فرجاء ارجعوا عدلوهم وارفعوهم، غير ذلك اصفار فيهم حتى لو انا حاط لك علامه هلا. اوكي؟ صلحت الوظيفه الاولى والثانيه، ضل عندي الوظيفه الثالثه لسه ما صلحتها، اوكي؟ هذا بالنسبه للوظائف ان شاء الله. خلال العلامات ان شاء الله الخميس بتكون طالع عندك علامتك من 50 للجميع. علامتك من 50 هون برفع لك اياها قبل ما تدخل الامتحان، مش عندي بس جميع المواد. اوكي واضح بالنسبه لهي الامور كامله. طيب احنا المره اللي فاتت رفعت لك اليوم مجموعه من اللينكات، احنا لسه ما زلنا في البيج رانك، اخذنا اكزامبل هيو اللينك تبعه حطيت لكم اياه، هيو تذكروا هذا الفيديو اللي عرضت لكم اياه اللي هو البيج رانك. صباح الخير. صباح النور. كيف تحسبها نعم سؤال صغير، متى اخر موعد لتسليم الاسايمنتات؟ الاسايمنت ما في موعد تسليم، هو لحاله ما تدخل على الاسايمنت بيبين عندك، انا ما بعطيك موعد. في اسايمنت رقم 3 اوريدي سكرت وما حرجع افتحها. اوكي عارف عارف عارف، بس والاسايمنت الاولى والثانيه انا كنت من زمان محدد موعدهم، هلا معك ليوم الاربعاء، يوم الاربعاء لازم تسلمني وظائفك كلهم. انا كنت حاط لك ل 30/8، لا 30/8 طلع في عندنا امتحاننا فلازم تاخذ علامتك من 50، فمعك ليوم الاربعاء ترفع الوظائف تبعتك. خلاص تمام يعطيك العافية. للجميع أوكي؟ طيب بالنسبة للبيج رانك حكينا المرة اللي فاتت، لو رجعنا شايفين الصفحة قدامك الفيديو هاد اللي عملية حساب البيج رانك، حكينا إنه بيكون عندي مجموعة من النود، بنرسم الجراف أول شيء، بناخذ زيرو التريشن زي ما حكينا المرة اللي فاتت. عادة الزيرو التريشن بتكون بحسب عدد النود، يعني هون بتكون 1 على 4 1 على 4 1 على 4 1 على 4، بعدين بنحسب الالتريشن الاولى الالتريشن الثاني وهكذا حتى متى ما نوقف عمليه الدوران، لما يصير القيم ثابته بالاخر بيطلع عندك قيم، نوجد البيج رانك لكل صفحه. هلا في من خلال فورمولا او معادله اللي حكينا عنها المره اللي فاتت، هاي المعادله بتاخذ في عين الاعتبار عدد اللينك اللي داخله، ورجاء احضر الفيديو هذا او اللي انا سجلته عشان توضح الامور لك في هذا المثال. اوكي واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام اللي تحدثنا عنه المره اللي فاتت، والفيديو هي لاحظ هي بدي امشيه شويه هون نفس اللي حضرناه. لاحظ لما اجى حسب اول مره للنود، عرف النود في البدايه، لاحظ هي المعادله اللي احنا حكينا عنها اللي احتمالية للبيج 1 تي زائد 1 هي احتمالية البيج للتي على اللي هي عدد النود، تنساش عدد اللينكات اللي داخله. حكينا دائما عملية هي الرسمة هون، خلينا بس ازيحها شوي، لما اول التريشن بياخذ حسب عدد النود الزيرو التريشن، فكل بيج بتاخذ 1 على 4، هذا اول التريشن اللي هو باي ديفولت. على طريقة حسبة اللي هي المعادلة اللي هي كيف بحسب الـ A، بس تذكير على السريع حسابها اللي هي الالتريشن اللي قبلها الـ A، شو القيمة اللي فوق هون بتكون T زائد 1 التريشن، يعني 1 اللي قبلها التريشن صفر، شو هي 1 على 4 على
هلا الاي مين اللي بيأشر عليها؟ اللي هي السي، مظبوط، هي الوحيد اشر عليها السي. اذا السي عدد اللينكات اللي طالعه من السي كم عددهم؟ هي 1 2 3، اذا على 3، اذا 1 4 على 3 بيطلع 1 على 12. نفس الحكي بس تذكير اللي ما حضروا، حساب الالتريشن له اللي هي البي، اوكي، اللي هي كيف اجت البي؟ البي لاحظ البسط شو بيكون؟ بيكون عدد اللينك اللي رايح عليها 2، اذا بده يكون في 2 قيمتين، اللي هي قيمه البيج 1 وقيمه البيج اللي هي السي، اي وسي. الاي بتحسب نفس الشيء 1 على 4، الاي كم لينك طالع منها؟ 2، اذا على 2. تعال على السي، السي القيمه اللي قبلها 1 على 4 على عدد اللينك اللي طالع منها 3، مجموع 2 بيطلع 2.5 على 12، وهكذا. نفس الشيء بتوجد التريشن 2 والتريشن 3. لاحظ اخر شيء لما يصير نوع من الثبات، لاحظ بالثبات، لاحظ فبيوخذ. بس بدي اعلق شوي على النتائج، اخر محاضره هذيك حكينا عن النتائج. لاحظ لو قارنا السي والدي، السي والدي طلع هلا اعلى التريشن بيج رانك، اعلى بيج رانك اللي هو السي، وهذا منطقي لسبب، لاحظ ان السي لاحظ عدد اللينك اللي داخل عليها 2، لاحظ هاي لينك وهاي لينك، اوكي، البي كمان 2 لينك، اوكي، بس قارنها مع الدي، الدي مش طالع منها ولا لينك، لاحظ ولا لينك طالع منها، اذا لاحظت. بس لاحظ انتبه، احيانا الصفحه بتاخذ البيج رانك عالي بسبب انها في لينك من صفحه بيكون البيج رانك عالي لها مؤشر عليها، واضح؟ وممكن احيانا عدد اللينك اللي داخلها قليل، بس لكن مثلا انه السي البيج رانك تبعها عالي، فلان مثلا هذا المثال حكيته في اخر المحاضره اللي فاتت، انتبه لهي النقطه، لانه مثلا عندي بيج مثلا مثل السي ان ان، اذا بيأشر على موقعي انا بيجي، فبالتالي بتاخذ صفحتي رانك عالي، لانه اوريدي السي ان ان البيج رانك تبعها عالي. وتحط هاي الفكره، هاي نقطه كثير مهمه، عشان هيك لاحظ في بدايه البيج رانك حكينا احنا في عاملين بيحددوا اللي هي الرانك تبع الصفحه، اللي هي حكينا فيه اللينك اللي طالع من الصفحه واللينك اللي داخل ان والاوت، وحكينا اللينك اللي طالع من الصفحه بترتب منه مشاكل، ممكن انا زي ما حكينا في البدايه انه ممكن جوا صفحتي احط مليون لينك، فبالتالي بدخل عشان ما يدخل مفهوم السبام والمشاكل بتصير معه، فبالتالي البيوريتي او الاهميه عدد اللينك اللي داخل على الصفحه. مش بس هيك، هلا مثل لاحظ بي 2 لينك، هلا الدي 2 لينك، السي 2 لينك، لاحظ الاي لاحظ لينك واحد، فبالتالي البريوريتي. كمان نقطة ثانية، طب حتقول لي طب السي والبي والدي كل واحدة داخل عليها 2 لينك، ليش السي اعطت اولوية اهم؟ لاحظ ليش السي اولوية اهم؟ اوكي، بيعتمد على اللينك اللي جاي منها، يعني الصفحة اللي جاي اذا كان عليها بريوريتي عالية جدا، السيميلاريتي تبعتها عالية جدا، فبالتالي ايش بتكون؟ فبيعطي وزن لايش؟ الصفحة. هذا الكلام اللي وصلنا اليه في المرة اللي فاتت، وحضرنا آخر الفيديو وورجاك إنه كيف. هون مثال إذا لاحظتوا، هون صفحة مسويها هو، إذا سوى سيرش على بتيجي في الرانك ترتيبها في البيج رقم 10، ولكن لما هاي الصفحة أخذت موقع إنه صارت موقع مهم يأشر على هاي الصفحة، فبالتالي صارت الرانك تبعت هاي الصفحة صارت في الصفحة رقم 2. أوكي، اليوم بدي احضر لك كمان فيديو ثاني، بس بدي اتعلم طريقه تمثيلها بشيء بسميه ماتريكس ريبريزنتيشن. طلع اتكلم، بعد نتكلم هلا على الماتريكس ريبريزنتيشن، لسه ما زلنا متكلم على البيج رانك. لنفترض انه لديك النود الثاني، نفس المثال بدي اطبق نفس المثال، لاحظ بدي اطبق نفس المثال، ولكن استخدم بمفهوم بدل ما اسوي المعادلات زي ما شفنا في البيج رانك، نكتب البريوريتي للبي ار لصفحه معينه بيج معينه الى تي سيجما كذا على سي، ذكروا المعادله، لا هون بدنا نشتغل هذه الطريقه باستخدام نسميه الماتريكس ريبريزنتيشن. اوكي، هذا حتلاحظ كمان موجود، لاحظ هاي الماتريكس. هلا كيف مثل هاي الماتريكس؟ طلع علي، هو بيمثلها من خلال الماتريكس. هلا انتبه علي، تمثيل الماتريكس لاحظ في اسطر وفي اعمده، الأعمدة هي تمثل الصفحة، يعني هاي بيج، هاي العمود الأول بيج A، العمود الثاني بيج B، العمود الثالث بيج C،
العمود الرابع بيج دي. اوكي اذا وي كان يوز ماتريكس اوبريشن انستد اوف ذا الترناتيف ابروش. احنا السابق بنسميه الترناتيف ابروش يعني بيستخدم مفهوم الالتريشن، بياخذ قيمه ابتدائيه بيسوي الالتريشن وبيطبق المعادله. الطريقه نفسها نفس الحال بس كثير بكتب بيستخدموا بيعتبروها اسهل طريقه الماتريكس ريبريزنتيشن. هلا بعد ما ترسم الجراف وترسم هذا لاحظ الدايركت في دايركت المبين فيه ما بين كل بيج وبيج اللينك، فيتم تمثيل الماتريكس بالطريقه التاليه. لاحظ انه كل نود تمثل ايش هلا، فبالتالي بده يطلع عندك اربع قيم. هلا قبل هاي حنتكلم عنها بعدين لما نتكلم عن ال HTTP. هلا في بسموها الباينري. شو الباينري؟ يعني بيجي لو جينا هون مثلنا بدل ما مثلها هيك واحد، هلا خليني اشرح هاي بعدين بقول لك الباينري. هي الباينري قبلها يعني كم نود انا عندي، كم بيج عندي؟ اربعة بيج، فبالتالي بده يكون اربع قيم. كل عمود هو عبارة عن يتعلق بالبيج، يعني هذا العمود يتعلق بالبيج A B C D. طيب هلا شو القيم؟ من وين جابها القيم؟ القيم هاي هي عبارة عن اللينك. يعني هلا روح على بيج A، A كم لينك لها؟ كم لينك لها؟ تو لينك، من A ل B ومن A ل C، مزبوط. هلا دائما مجموع يعني انه قيمة بتكون عندك واحد، دائما عمود مجموع واحد، فبالتالي لما يكون تو لينك بس في تو لينك فبالتالي بده ياخذ نص بنص. هلا لاحظ هلا ايه على نفسه في شيء لينك راجع على نفسه؟ لا، اذا اخذت صفر. هلا الباينري شو بتقول؟ ما بكتب هيك، بكتب مثلا 0 1 1 0 هيك الباينري، يعني 0 ما في لينك 1 في لينك. هلا الماتريكس هون لا، اللي بيختلف انه هون بتاخذ 0. هلا القيمه اللي بتاخذها بناء على عدد اللينك، هذا التوتال واحد بده يطلع، فما دام عندك تو لينك فبده ياخذ نص بنص، فبالتالي 0. هلا من A ل B بتيجي هون نص، انه هذا السطر B، ومن A ل C نص، من A ل D ما في اي لينك فبتاخذ صفر. هاي خلصنا من A. بنيجي هلا كمان على مين؟ على ال B. ال B مثلا هلا من A ل B في لينك، من B ل A في لينك؟ لا، صفر. من B ل C في لينك؟ صفر. في قصدي من B ل B في لينك؟ لا، صفر. من B ل C في شيء؟ من B ل D في لينك اذا بتاخذ واحد. دائما عشان تتاكد دائما قيمك مجموع عمودك بيساوي واحد. طب تعال على السي، السي كم لينك لها؟ في على الاي على البي وعلى الدي، على نفسها في لينك راجع على نفسها؟ لا، فبالتالي ما دام واحد بدك تقسمه على ثلاث يعني ثلث ثلث، ما في قيمه راجع على نفسها، وفي عندك من السي للدي فهي ثلث. طب تعال على الدي، الدي فيش غير اللينك رايح على السي، اذا صفر صفر. عند السي بحط واحد، وعند الدي ما في شيء لينك راجع نفسه. اوكي، اذا اول خطوه يتم في الماتريكس ريبريزنتيشن يتم برسم الجراف، درو ريبريزنت الجراف كامل مع اللينك تبعه، بعدين بمثله من خلال ماتريكس. قواعد الماتريكس: كل عمود بيمثل البيج، القيم تعتمد على اللينك كم عدد اللينك، دائما التوتال بده يكون واحد، هاي بنسميها لاحظ القيمة هاي. طيب طيب بعدين شو بنشتغل؟ طلع الخطوة التالية. الخطوة اللي بعديها يتم تمثيل، خلينا نمشي الفيديو شوي، احضروك رفعت لكم اللينك تبع الفيديو. اوكي اوكي بس هون لانه بستخدم الوان. اوكي هلا هون بيمثل المعادله باور ميثود. كيف بحسب البي ار للتي زائد واحد؟ احنا اول مره الطريقه هذيك طريقه الالتريتيف كنا نقول بي ار للتي زائد واحد بيساوي سيجما في كذا، اتش في بي ار تي، الاتش اللي هي هاي الماتريكس نسميها اتش. طب البي ار تي اللي قبله كيف بدي اجيب البي ار تي اللي قبله؟ تتذكروا في طريقه الالتريتيف شو كنا كيف نحسب التي اللي هي تذكروا الزيرو التريشن؟ لما كنا نسوي في الالتريشن زيرو التريشن، ما دام كان عندي اربع نود كنا نقول دائما التوتال تبعهم واحد، ما دام اربع اذا اول قيمه بياخذها واحد على اربعه، تتذكروها؟ هلا هون لا، هون بيختلف.
إذا بطريقة الماتريكس البرزنتيشن لاحظ هاي المعادلة الفورمولا اللي شغال عليها حساب التي زائد واحد بيساوي الاتش اللي هي الماتريكس في بي ار تي زائد واحد. طب كيف نجيب البي ار تي زائد واحد؟ طلع لاحظ هون بيقارنك مع الطريقة القديمة انه هون كنا شو نحط؟ نحط واحد على اربعة، تتذكروا هون نحط واحد على اربعة، هي الطريقة القديمة. اوكي هلا هون خليني امشي شوي. اوكي هيها هون سميه V، عدد النود اربعة هي واحد على اربعة، واحد على اربعة، واحد على اربعة، واحد على اربعة. اوكي هلا هون انتبه كيف بده يحسبها. لاحظ اذا المعادلة اللي هي H الماتريكس اللي سويناها هاي بسموها الانيشيال فيكتور، عشان هيك سموها V بي ار تي زائد واحد، is the initial page rank assigned to every page. لاحظ هاي بيعطيك القاعدة شو بيسوي، هو عبارة عن multiply the matrix with the vector in the alteration، حيضرب الماتريكس ضرب ايش اللي هي الانيشيال فيكتور. اوكي طيب كيف بده يضرب؟ لاحظ هاي v to تساوي ال h في v، يعني القيمة اللي قبل هاي في القيمة الاولانية. بس اقدم لكم اياه شوي، يعني هذا ابسط طريقه. هاي كمان لاحظ هاي بدك تحسب، هلا انت ما هو جاي الالتريشن، فبدك تحسب في في تساوي هاي اول وحده، تذكر هون سويناها اول وحده هيها، شو قلنا حساب الفي هاي الباور، هاي المعادله تساوي اتش بي ار تي 1. اذا الفي الاولانيه الاساسيه، هلا تحسب اللفه في 2 تساوي اتش في 1. طيب V3 اللي هي تساوي HV2، اوكي وهي تساوي H في H في، هاي المعادلات. اوكي هي سهلة، بس كل ما بطلع معك فيكتور على برجك اياك تحسبها بسهولة. نفس الاشي حتى VN اللي هي H تربيع في الV بالاخر، اللي هي بتربع القيمة، بتربع الماتريكس. طيب احنا عندنا القيمة المعادلتي اللي هي الماتريكس تبعتي هيها، هاي A هاي B هاي C هاي D. هلا لاحظ كيف بده يطلع معك القيم لما تطبق المعادلة. اوكي اوكي هاي مفهوم المعادلة، we can use matrix. اوكي بس خلينا مشيها. طيب اوكي هذا خلص، خلينا نشوف الثاني. هلا كيف بنحسبها؟ قبل ما اجي على هون، عمليه حسابها سهله جدا. العمود بالسطر، العمود بايش؟ بالسطر، العمود بالسطر. خليني اورجيك، ارجع هون، هاي ستوب، هاي شير. اوكي بس اروح لك على المثال، في هذا هي سلايداتنا الاصل، في لحظة السلايدات كله حكي حاطط، بدي اشوف لك المثال. اوكي لحظة هاي بسموها 01، لاحظ بيج 1 بيج 2 بيج 3 هاي بسموها 01، اذا في لينك باخذ واحد، اذا ما في لينك باخذ صفر. اوكي هلا طلع حسب، لاحظ مجموع العمود، لاحظ هون معطيك جاي مثال. اوكي بس امثلها على شكل ماتريكس شوفوها. اوكي ما بدي اياها بطريقه الجداول هون تشوفوها، هي اصعب.
هون بضل التريشن العمود. اوكي طيب خلينا أخذها أنا مباشرة. شايفين معي يا شباب؟ هون أوكي. هلا طلع عندي إذا بتتذكروا، خلني أرجع لها، بس طلع عندك أول واحدة اللي هي طلعت زيرو نص، تذكروا هاي الايه، بعدين ايش هي طالعة على البي وعلى السي، هاي نص اوكي زيرو. القيمة الثانية اللي هي بي كانت زيرو، مذكرينها ولا راحت؟ هاي شباب خليني ارجع إلها بس. اوكي هيا زيرو زيرو، الثانية تلت اصفار واحد، تلت اصفار هاي الماتك عم برسم لكم اياها. اللي بعديها تلت تلت صفر تلت، هاي هون تلت تلت صفر تلت، تذكروا. والأخيرة اللي هي كانت صفرين واحد صفر، صفرين هاي صفر صفر واحد صفر، هاي الماتريكس، هاي الاتش. اوكي هاي الاتش. هلا الفي زي ما شفنا، الفي تاخذ زي مفهوم الالتريشن زيرو، اللي هي بتاخذ ربع 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 ربع. هلا في في اتش، شو في في اتش؟ يعني بدي ياخذ العمود بالسطر، يعني هاد حاصل ضرب هاد، هاد حاصل ضرب هاد حاصل، فبطلع عندك هون ايش قيمة الفي الجديدة، اوكي اللي هي الرانك تبعتي. فبتضلك ترجع مرة ثانية، اللي بيطلع الجواب بترجع الالتريشن اللي بعديه وهكذا. اذا السطر عندك بالعمود، متى بتوقف؟ متى بتوقف؟ بتوقف لما ايش تصل يصير في ثبات في القيم، يعني في الاولى الفي الثانيه الفي الثالثه في حتى في ان. لما توصل، متى بتوصل لاخر في ان؟ لما بتلاقي القيم الاربع قيم هدول ثبتت. شو معنى ثبتت؟ يعني بطل صار تغيير عليها او قريبات جدا من بعض، يعني ما في تغيير. ما بدي اقول ما في تغيير، يعني ثبات، ثبات يعني شيء تغيير بسيط جدا في القيم بتكون وصلنا لها، هذا بيسوي الرانك. بس لاحظ هاي الطريقة أسهل، عشان هيك كثير كتب شو بيعتمد؟ بيعتمد على هاي الطريقة، الطريقة هاي أسهل بكثير من طريقة إيش؟ اللي هي باستخدام الفورمولا أو المعادلة بتحسب وتجمع هاي زائد هاي. واضح الفكرة؟ شباب وضحت الصورة؟ إذا تضرب اللي هي إذا في 2 مثلا تساوي اتش، أوكي الماتريكس مضروب في إيش؟ في ايش؟ في. وهكذا الفي اللي بعديها شو بتسوي؟ بتربع القيم وهكذا بتكمل. واضح؟ انا في فيديو كمان حطيت لكم اياه اللي هو معطيني اكزامبل كامل. هلا بشوف لكم اياه كمان اكزامبل ثاني. بس اتاكد لكم منه كمان اكزامبل ثاني.
يعني حاول تحط لك اكثر من اكزامبل. اوكي ماشي. اوكي طيب خليني اجي هلا نروح كمان لبعض المشاكل، نرجع مره ثانيه على الويب سايت. هلا هون هاي ماتريكس البرزنتيشن حكينا عنها ورجناك اياها، هيها خلصناها. لاحظ النكس التريشن اول في بتاخذ في 2 في 3 لاحظ. هلا لاحظوا هون شو بقول لك، قيمه الفي اللي طلعت معك في الاتش تربيع، يعني شو المقصود هون بالاتش تربيع؟ نرجع هون هاي بالاتش تربيع، يعني هلا هدول بدك تربحهم. شو تربحهم؟ يعني الزيرو بدك يصير زيرو، واحد هون بدك تربع القيم هدول كاملة، والفي اللي طلعت معك تضربها فيها اللي طلعت هاي تسمى في، هاي الفي اللي بعديها. اوكي ما هي اخذت قيم جديدة وهكذا بتضلك قارن بين الطريقتين. بدي منك شو اليوم نفس المثال تحسب المعادلة اللي حليناه في اليو ار ال الاول كامل شو طلع القيم، تحلوا هذا باستخدام الماتريكس وتطلع على القيم، حتلاحظ انه نفس القيم اخذها. اوكي نفس القيم حيكون ماخذها ما في اختلاف عليها. اوكي نفس الشيء بدك الفي اللي بعديها، لاحظ في 3 هي بتلاحظ اتش في في 2 اللي هي في في اتش تربي وهكذا في ان وهكذا، اذا اتش لاحظ 2 ان. وضحت الصورة؟ هاد نفس الطريقة بس بستخدم اللي هي زي ما حكينا الماتريكس ريبرزنتيشن. هذا حبينا نوضح هاي الطريقة كمان بالإضافة للطريقة السابقة. أوكي هلا لاحظ في بعض المشاكل اللي كانت تواجهنا وحكينا عنها بالنسبة لما يكون عندي في إشي بسموه بعض المشاكل في البيج رانك بسموه اللي هو النو اوت جوينج ايدج، يعني ما بيكون مثلا مثل هاي البيج ما بيكون في عندنا طالع منها، يعني لاحظ A بتأشر على C وB بتأشر على C، لاحظ C هون ما بتأشر على اي حدا. هاي من بعض المشاكل في البيج رانك. اوكي هاي مشكلة كتير رئيسية بسموها داينجلينج نود او اللي هي ما الها اوت جوينج نود. اوكي هاي مشكله كبيره. ولاحظ هون انا حطيت لكم هذا الفيديو عشان تشوفوا كيف المشكله وكيف لاحظ في القيم. يعني لاحظ هون لو اجيت مثلتها كماتريكس طلع شو المشكله، لو اجينا استخدمنا طريقه الماتريكس، هلا الكل بيشتغل على طريقه الماتريكس، الفي ما عندك ثلاث صفحات واحده ثلاث واحده ثلاث، هاي بسموها الانيشال بيج رانك اللي هي الفي، والماتريكس اللي تيجي تمثل فيها من A بتأشر على C بس اذا 001، البي بتأشر كمان على C 001، طب والسي ما بتأشر على واحد، فهي كل قيمها ايش؟ صفر صفر صفر. معي لهون؟ هون بوضح لك هون المشكله. هلا هاي المشكله لاحظ لو تيجي تحل الماتريكس، الماتريكس شو بيجي بقول لك؟ اطلع ها اطلع لما اطلع الفي، هلا انت العمود بالسطر مزبوط ولا لا؟ ثلث ضرب صفر ثلث ضرب صفر شباب صحصحين. هلا كيف بده يطلع هاي؟ هلا العمود هاد ضرب السطر هاد كامل مجموعهم مع بعض، يعني ثلث في صفر صفر زائد ثلث في صفر صفر زائد ثلث في صفر صفر، اذا صفر زائد صفر زائد صفر طلع عندي جواب ايش هون؟ صفر. تعال العمود مع السطر الثاني، السطر وليس العمود، يعني الفي في الاتش ثلث صفر صفر ثلث بصفر صفر ثلث بصفر صفر. تعال نيجي هون ثلث بواحد، هاد ثلث بواحد ثلث ثلث بواحد ثلث ثلث بصفر صفر ثلث زائد ثلث 2 على 3. هي لاحظ الفي واحد. اوكي كمل. اوكي هلا هون بدنا نكمل،
لاحظ هون كانت V1، هلا هون انتقلنا بالكود اللفة اللي بعديها V2. شو V2 أخذ؟ لاحظت V2 صارت 0 0 2 على 3 مظبوط؟ مش هلا شو كانت؟ تلت تلت تلت. هلا الجواب اللي طلع 0 0 2 على 3 هاي صارت الفي الجديدة، هي كانت في واحد، هلا تصير في اللي بعديها هاي بتصير مضروبة في الاتش تربيع، هون صفر تربيع صفر، واحد واحد بضل واحد، فبضل الاتش نفس ما هي بس تغيرت مين؟ الفي صارت 0 0 2 على 3. هلا هون احنا في واحد، لما صرنا في 2 اللفة اللي بعديها صارت هاي الماء الاتش الجديدة وهي الفي الفي الجديدة صح؟ اضربهم ببعض بطلع عندك كلها صفار، يعني شو بطلع؟ صفر ضرب صفر صفر، صفر ضرب صفر صفر، اثنين على ثلاثة صفر، اذا الجواب صفر. العمود في السطر الثاني صفر، طب تعال العمود في السطر الثالث صفر بواحد صفر، صفر بواحد صفر، اثنين على ثلاثة بصفر صفر، اذا طلعت كلها اصفار. هاي المشكلة اللي بيحكي عنها اللي هي اللي هي اوت، لما ما يكون عندي في النود اوت جوينج لينك او ايدج. واضح؟ هاي تعتبر مشاكل لما صارت كلها اصفار. لاحظ حتى الالتريشن اللي بعديها لاحظ ما يعني لو اشتغلت عليها حتضل القيمه كلها عباره عن اصفار. كمان مشكله ثانيه انه احيانا انسى هدول بيكون مثلا عندك الشكل هاي من مشاكل البيج رانك قاعد بحكي عنها، عندك مثلا A B C D و E في الارتباط بينهم مع A C، يعني هدول لحال وهدول لحال مجموعة أوكي، وهذا كتير أيام من البيجز مثلاً A بتأشر على B و B بتأشر على C وهدول بيكون في لينك، أحيان في بعض البيجز ما إلها لينك من مجموعة تانية، يعني هدول بعتبروا مجموعة، هاي كمان مشكلة. عشان هيك بقول لك may have a several إيش distinct independent إيش component، يعني distinct فيش اتصال بينهم، يعني بيكون مجموعة مجموعة. كمان هاي تعتبر من المشاكل الموجودة في البيج رانك أوكي، وكيف بده يتعامل معها وشو الحل إلها. عشان هيك لاحظ حيتكلم هلأ عن شغلة تانية أوكي، واضح الفكرة؟ إذن عرفنا شو المشكلتين الرئيسيتين في البيج رانك، لما يكون في عندي أحد البيج ما إلها أي لينك، يعني ما في لها outgoing link أوكي، والمشكلة الثانية لما يكون في إشي بسموه distinct إيش ما بين اللي هو الويب بيج أوكي؟ واضحة هاي النقطة؟ النقطة هاي واضحة؟ أوكي. نيجي هلأ على أحد الحلول اللي أعطاها حل هاي البيج. إذا لاحظ استخدم بيج رانك ألغوريثم عدل عليه، لاحظ احنا اخذنا سابقا لاحظ البيج رانك الجوريثم اخذنا اللي هو البي ار، شو عباره عن سيجما اللي هو بي ار تي 1 على سي تي 1، هيك اخذناه مظبوط ولا لا؟ هذا اللي اخذناه، هذا اللي هو هذا. هلا هون التعديل عليه ضاف شيء بسموه دي، لاحظ كلمه دي هون شايفها. هلا القديم البيج رانك للبيج 1 اللي هو البي ار تي 1 على السي اي تي 1 زائد بي ار 2 الالتريشن الثاني والثالث حتى الان كان ياخذ هذا الجزء صح. هلا ضاف عليه بسموه دامبنج فاكتور، وهذا الدامبنج فاكتور قيمته من صفر لواحد. شو المقصود بالدامبنج فاكتور؟ الباقي كله مخدينه البي ار ال اي البي ار تي 1 والسي تي اللي هي النمبر اوف اوت باوندري لينك جيفن تو بيج. شو الدي؟ هلا هو بفترض شو بقول لك، بقول لك انه الا انت واقف على صفحه في السيرش انجن كتبت له اعطاك الريزلت، هو بقول لك 85% انك تروح على اللينك الموجودات ضمن نفس السيرش انجن. يعني لو رحت شغلت الجوجل سويت سيرش فبقول لك 85% انه ايش النتائج اللي اعطاك اياها الجوجل اللينكس اللي اعطاك اياها على صفحه السيرش انجن تروح عليها، بس في كمان احتمال انه ما يعجبك النتائج تروح تفتح تروح غير نتائج السيرش انجن، يعني تروح تفتح انت على الويب سايت تدور مكان اخر. هذا اعتبروه بقول لك وهذا واقعي، عشان هيك في جوجل بياخذ هذا الاعتبار في يعتبر بيدخل عامل بسموه الدامبنج فاكتور اللي هو قيمته عاده بتكون ما بين الصفر وما بين ايش الواحد اوكي واضح. ليش بياخذه؟ لانه بقول لك في احتمال
انك انت ما تروح على صفحات اللي هي موجودة ضمن اللي هي المعادلة اللي هو معطيك اياها. هلا شو بتصير المعادلة؟ بتصير المعادلة كالتالي: واحد ناقص دي زائد دي في السميشن اللي طلعناه. يعني نفس الطريقة، ما سوينا ولا اشي، بس هو اخذ في عين الاعتبار. اوكي، شو الاعتبار؟ انه في ما بين الصفر والواحد، هذا الصفر واحد بتقول واحد ناقص هاي القيمة. واحد ناقص لما تقول 5% او 15% مش كبير. واحد ناقص مثلا دي قيمته من واحد، اذا مثلا قلنا واحد بالعشرة قلنا نص 0.02، يعني حسب الدامبينج اللي هو عندك، ناقص في الدي مضروب ايش في مجموع الصفحات. اوكي، هو كيف جايب؟ هو بيجي بيقول لك من مفهوم انه هاي عندك الصفحات التالية بيج 1 وبيج 2 وبيج 4 وبيج 3، في لينك ما بينهم دايركت لينك. اوكي، فهو بيقول لك في احتمالية انك انت ما تروح على اللينكات الموجودة. يعني انت واقف مثلا على بيج 1 اعطيته، وبيج 1 بوديك على بيج 2، واذا بيج 2 بوديك، هذا ضمن السيرش من صفحة لصفحة بنقلك. هلا في احتمالية انك ايش ما تروح ولا على اي صفحة من هاي الصفحات، وتروح على صفحة اخرى. فهذا بسموه بيستخدموه الجوجل اللي هو البيج رانك، التعديل عليه. اوكي، واضح هاي النقطة. هاي كمان كتير مهمة عندنا في التعامل مع اللي هو هذا. اخر فيديو بدي ارجيكم اياه في بالنسبة لجوجل بيج رانك، يعني بدي ركز على جوجل. جوجل استخدم هاي قدامكم زي ما حكينا تو تكنيك استخدم فيه، هو البيج رانك الجوريثم اللي حكينا عنه مع مشاكله، وفي ان شاء الله المحاضرة الجاي بدنا نتكلم عن اللي هو الهيتس. هاي هون ارجع شوي، اللي هو الالجوريثم الثاني المستخدم HITS هايبر تكست توب سيرش. اوكي، اللي هو له معادلاته كمان، حرفع لك الفيديو تبعه. يعني انا بحاول دائما ادور لكم على امثله بسيطه وسهله في استخدامها. اوكي، في اي استفسار؟ اذا واضح بالنسبه للالجوريثم مشاكله. كمان اعطانا هون بيج رانك الجوريثم، هون في موديل تاني كمان بالبيج رانك بسموه ستيدي ستيت ابروش. كمان رفعت لكم اياه في البيج رانك نفسه في الماتريكس. هذا الابروش لاحظ زي ما انت شايف، هي نفس المثال اللي احنا اشتغلنا عليه. هون لاحظ بيعتمد على ان اكس ايش ضرب اكس يساوي اكس. الاكس الاتش هي الماتريكس بسموها ترانزاكشن ماتريكس. فاينل بيج رانك الاكس اللي هي بسموها الفاينل بيج رانك ات ذا جيفن بيج، يعني اخر بيج رانك اخذتها سواء كانت صفحة A أو B أو C. أوكي، هلا هون في الـ stay off هو نفسه بيستخدم مفهوم دائما العمود مجموعه واحد، بيستخدم مفهوم الـ McCovey change اللي حكينا عنه سابقا. اوكي، ديستريبيوتد. ان شاء الله المحاضره الجايه بدي اجهز لكم مع الهيتس مثال كامل عشان تشوفوه. اوكي، هون بشرح فيها كامله اللي هو بيستخدم قيمه الماتريكس مع الاتش. اوكي، ضل تقريبا اقل من جزء من الثانيه، يعني اجزاء بسيطه بتخلص المحاضره. اوكي، في اي استفسار؟ هذا الكلام لو نرجعنا على صفحتنا هاي جوجل، هاي المادة، انا اوريدي الفيديوهات هدول، هاي اللينك